في موضوع تداعيات موجة الحرائق التي يشهدها العالم، أمرت أمس السلطات الكندية بإخلاء مدينة هاي ريفر بأكملها، وهذا بعد اجتياح ألسنة لها بالغابات المحيطة بها. وأكدت السلطات الكندية أن الوضع بات ينذر بخطر حقيقي على حياة السكان، كما حذرت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية الأشخاص الذين سيظلون في المدينة بتحمل مسؤولياتهم أمام الوضع. وتشهد كندا أسوأ موجة حرائق على الإطلاق، مما اضطر أكثر من 50,000 شخص إلى مغادرة منازلهم.